نعم، هذا نحن يجب علينا أن نؤمن بأن الفاسق الذي لم يخرج من الإسلام ولم يحكم عليه بالخروج من الإسلام يجب عليه، إذا رأيت في الليل كان يشرب الخمر وفي الصباح وهو يصلي بالناس، ويجب عليك أن تصلي، لا يجوز لك أن تترك الجمعة ولا الجماعة أمام الإمام الذي يكون قد نصب من جهة الإمام الأعظم أو الخليفة أو لم يكن منسوبا. إذا كان يصلي فلا يجوز لك أن تتركه إلا إذا عرفت كفره، فالكافر لا يجوز وراءه. يأتي الكلام مثل هذا فيما يسألون الناس كثير منهم، هناك مساجد يصلي بنا ناس منتسبين إلى فرقة البريلوية ويعتقدون اعتقاد، فإذا تحقق من اعتقاده إن كان يعتقد في المقبور بأنه يأتي يعمنا فلا يجوز لك أن تصلي وراءه، لكن قد يكون إماما لهم فيهم ولا يعتقد هذا الاعتقاد، إنما يرى زيارة قبره والتبرك، فقد يكون مبتدع كما قالوا بعضهم، قالوا التبرك مبتدع وبعضهم قال شرك. على كل حال، لكنه إذا عرف في شخص أنه بالفعل مرتكب ما يحكم عليه، لا يحكم بنفسه أنا وأنت بالانفراد نحكم بأنه كافر، لا، لا بد أن ينظر الأمر إلى كيلو الأمر في مثل هذا إلى أولياء الأمور الذين هم الحكام والعلماء، والعلماء هم أول الذين يقضون لكم، فإذا قضوا أن فلان كافر فلا يجوز لكم أن تصلي وراءه. أما إذا كان أثبتوا فسقه بمعنى مرتكب الكبيرة لكنه يصلي وهو حاكم عليك، يجب عليك أن تطيعه أيضا في، إذا لم يكن يمنعك من الصلاة والزكاة وأداء الواجبات فعليك أن تبايعه، وعليك أن تدافع عنه، وعليك أن تنصحه إذا حانت لك فرصة وتجلس في السر، لا أن تسيها جاء في الجريدة كذا وكذا وجاء أن الحكومة تعمل كذا وكذا، وهذا من أعظم المفسدات للمجتمع الإسلامي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ونهى الصحابة. وعثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري لما انتشر أمره وهؤلاء الفساق الفجار أشاعوا عليه أنه يعطي بيت مال المسلمين لأقربائه، وهو رضي الله عنه نقول الله المستعان على هؤلاء المفكرينات في هذا الزمان الذين يعتقدون أن عثمان كان كما قال بعضهم أن عثمان تصرف تصرفا سيئا حتى تسبب لنفسه بنفسه لقتله، هكذا قال، وهو رضي الله عنه يعتذر أمام الناس، تقولون إني أعطي من بيت مال المسلمين وفي علمكم أن الله آتاني من قديم الزمان أموالا كثيرة، وأنا اشتريت للمسلمين بئر روما وقد جهزت جيش العسرة بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقطابها إلى آخره، رضي الله عنه قال يناشدهم ويبرح ساعتهم لكن يتهمونه أنه يأتي من بيت مال المسلمين. إلى يومك هذا تجد بعض هؤلاء الذين هم عندهم من الأحزاب رؤساء الأحزاب بعضهم يعلن بمثل هذا، هداهم الله على كل حال. فكان على كل حال عثمان رضي الله عنه وغيرهم قد أشاعوا حوله أشياء كثيرة جدا من هذا، وكان يصلي بهم إمام الفتنة، هنا إمام الفتنة كان يصلي بهم، المسجد كان في حوزتهم فكان يصلون الصحابة وراءهم أيضا. فعلى كل حال ترى أصحاب الحديث أو يرى أصحاب الحديث الجمعة أو العيدين والجماعات عامة وغيرها من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، وهذا هو الواجب، لأنه لو كان كل واحد يحكم على أحد أن هذا كافر وهذا فاجر لا يصلى وراءه فيكون المجتمع يكون فيه فساد عريض، ولا بد أن يكون هناك أمن وأمان، أمن فكري وأمن في البلاد وعدم الخلاف فيها بين الناس. نعم، لا يخلو إذا رأى شيئا من أميره يكرهه فليختلي به وبسر ينصحه،
عثمان رضي الله عنه لما انتشر الأمر فقالوا له ألا تكلم عثمان رضي الله عنه، فلقيه بعض الصحابة في اليوم الثاني قال هل كلمت عثمان؟ في صحيح البخاري قال أترون أني أكلمه جهارا؟ لا أكلمه إلا سرا، لا أريد أن أكون أول من فتح باب الفتنة. يعني إذا كان يتكلم على الإمام فلا شك أنه جهارا أمام الناس، فهذا ليس للإصلاح صار للإفساد. إن كنت تريد إصلاح الشخص فأنت تختلي به يا أخي رأينا منك وكذا وكذا، هذا هو. أما أن تصيح أمام الناس فهذه صارت غيبة، غيبة وهو ليس موجود وأنت تغتابه. فليست النصيحة لا الفضيحة، لكم رأيتم الكتاب الصغير فيها لابن رجب، النصيحة لا الفضيحة. فأنت اختل مع ولي الأمر إن أمكنك أن تختلي، وإلا تبلغ الأمر أمامك أي واحد تعرف أن هذا من مجلس الوزراء أو كذا، تبلغه بالنصيحة بالحكم. أيضا ليس لا تقول قدام أولاده حتى وزير تذهب في بيته وتقول قال عمرك وكذا، حسب الناس وراءكم يقولون كذا وكذا ولا يبلغكم شيء، حصل كذا وكذا، نرجو الإصلاح وكذا. فهم ينظرون إلى هذا، وهذا يبلغه بدوره إلى الخليفة وإلى ولي الأمر، وهذا هو الأدب الذي كان في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في النصيحة لولي الأمر. النصيحة لا يكون لكل واحد أن يقوم في السوق ويقول يحصل يا جماعة انظروا يحصل كذا، فيوغر صدورهم خلاف الخلافة خليفة، وهذا من أفسد ما يكون للأمة وللمجتمع. نعم.